وصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي إلى إيرلندا في خطوة تهدف إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي وإيرلندا بأن العلاقات مع بلاده لن تتغير رغم قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي. خلال حفل لتسليمه شهادة فخرية في الحقوق من كلية ترينيتي في العاصمة دبلن قال: علي القول بأننا تطلعنا لنتيجة مختلفة، وأعتقد أن الكثير من الحاضرين هنا كان لديهم نفس التطلع. أريد أن أطمئن جميع الحاضرين في القاعة بأن العلاقات المميزة بين أمريكا والمملكة المتحدة عميقة ومديدة الأمد، وكذلك علاقتنا مع إيرلندا والاتحاد الأوروبي ستبقى حجر أساس في التزامنا الدولي. خلال زيارة إلى اسكتلندا، وصف دونالد ترامب المرشح الجمهوري المفترض للانتخابات الرئاسية الأمريكية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالأمر الرائع. باعتقادي ستحصل عدة حالات مماثلة في أوروبا حيث يطالبون باستعادة حدودهم وعملتهم والكثير من الأشياء الأخرى. بالفعل إني أرى تشابها بين ما يجري في الولايات المتحدة وما يجري هنا. الناس يرغبون بتفعيل الحدود وعدم السماح بتدفق أناس لا يعرفونهم ولا يعرفون من أين يأتون إلى بلادهم. زيارة الملياردير الأمريكي لإيرلندا تعتبر الأولى من نوعها منذ أن أصبح المرشح الجمهوري الوحيد للرئاسية الأمريكية، وقد قام بإعادة افتتاح ملعب للغولف تعود ملكيته له.